كما أكد رئيس السيسي أن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا ولن يتوقف العمل به من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كلف بإعادة دراسة لتحديد كلفة إعادة أعمار غزة التي يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن. كنت طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة. يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل بقى. اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب، ترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن احنا نحميها زي ما هي كده، آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله محدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة يعني.